إن أهداف التنمية المستدامة تحتم علينا العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكرام، بداية يسعدني أرحب بالحضور الكريم وأحيي معالي الوزير هند براك الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية لرعايتها وحضورها هذا الملتقى. بالنيابة عن شركة مشاريع الكويت والإدارة العليا ممثلة بالسيد فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس الإدارة، أعظم وأعبر عن عظيم الامتنان والتقدير لحضوركم ملتقى شراكة للمسؤولية الاجتماعية والذي تنظمه شركة مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة لصالح جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني. لقد أدركت الشركة حتمية دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وعملت على وضع نظام وضوابط للنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع، فأخذت المبادرة بوضع منصة لجمع قطاعات مختلفة منها الخاص الحكومي والغير ربحي تحت شعار شراكة لمجتمع أفضل، وذلك للإسهام في خطط التنمية الاجتماعية واعية للتبعات التي تتحملها كشركة رائدة في قطاعات متنوعة في دروب التنمية الاقتصادية. وتدرك الشركة بأن القطاع الخاص عضو مؤثر في قضايا المجتمع ويملك الإمكانيات المالية والإدارية ويحتل مقاماً خاصاً في خطط الدولة ويمنح بلا مقابل ويستشعر الاحتياجات دون انتظار ويبادر دون تردد بسبب تداخله مع قضايا المجتمع. من هذا المنطلق حرصنا شديد الحرص على أن نجتمع اليوم تحت مظلة شركة مشاريع الكويت القابضة للتنمية المستدامة بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وللالتقاء أيضاً بأطراف عديدة في المجتمع والتي تسهم في الأعمال الاجتماعية والإنسانية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع التحاور عن قرب من خلال الحلقات النقاشية التي يحدثنا من خلالها أبرز القياديين في القطاعين الخاص والحكومي، ومن ثم التطبيق العملي لورش العمل التي تلي الملتقى ابتداء من الغد ولمدة 4 أيام. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى دور جمعيات النفع العام والعمل الاجتماعي والخيري والإنساني الذي تقوم به الجمعيات انطلاقاً من إيمان القائمين عليها للعمل الخيري، والذي يمثل في حد ذاته صورة للتكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع وعطاء إنسانياً يبذله القائمين عليه، وهذا ليس بجديد على الكويت وأهلها، فقد كان العمل الخيري ملازماً للإنسان الكويتي منذ القدم، فإن صوره وأشكاله وأهدافه تطورت تطوراً بارزاً بتطور المجتمعات، حيث أصبح العمل الخيري في مجتمعنا المعاصر سمة حضارية بارزة للمجتمعات التي تحرص على التكافل الاجتماعي بين أفرادها، حيث ترتقي المجتمعات برقي أبنائها وبتبرع أهلها وبعطاء مؤسساتها. مرة أخرى أشيد بالإسهام المتميز لجمعيات النفع العام وإيمانها بقضايا تسهم في تنمية المجتمع وترجمة هذا الإيمان بتواجدها المشهود في النشاط والحراك الاجتماعي. وانسجاماً مع ذلك أؤكد أن شركة مشاريع الكويت كبكو سوف تستمر
في إقامة هذا الملتقى التنموي وتلتزم بأعبائه وتبذل جهداً لتنفيذه ولمواكبة التطور في عالم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. فقد دعونا خبراء محليين وعالميين لإعطاء محاضرة في هذا المجال ضمن فعاليات هذا الملتقى. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتمنى للجميع الاستفادة من هذا الملتقى وورش العمل التابعة له. أشكر حضوركم الكريم مرة أخرى وشكراً على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أدعو المتحدثين الرئيسيين في الحلقة النقاشية الأولى، السيد فيصل عيار نائب رئيس مجلس الإدارة شركة المشاريع، ودكتور عدنان شهاب الدين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والشيخ زين سعود الصباح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب، فليتفضلوا. صباح الخير مرة أخرى. أحب بس أعطي فرصة للسيد فيصل عيار أنه يرحب ضيوفنا الكرام، فالكلمة عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم جميعا في ملتقى شراكة الذي تقيمه مشاريع للسنة الثالثة، وفي كل سنة نشرك معنا أبرز الشركات في القطاع الخاص التي لها دور بارز وفعال بالمسؤولية الاجتماعية. فلكل من شارك معنا لكم جزيل الشكر. ونرحب بشريكنا الاستراتيجي لهذه السنة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقد أتت هذه المشاركة نظرا لما يجمع بين الطرفين من أهداف مشتركة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، انسجاما مع استراتيجية المشاريع المسؤولية الاجتماعية. حرصنا أن نعمل بشكل فعال ومستمر مع كل الجهات من مختلف القطاعات، وبالتحديد منظمات وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني الغير ربحي، اللي هم الأبطال وهم يعني اللي نعتز فيهم صراحة. ومن خلال إقامة هذا الملتقى للتواصل والتحاور معكم عن قرب للنهوض بما يخدم هذا المجتمع. شكرا. شكرا بمبارك. اسمحوا لي أن أقدم لكم ضيوفنا المتحدثين، أعطيكم بس فكرة عن كل متحدث موجود معنا اليوم في الحلقة النقاشية الأولى. أبدأ بالسيد فيصل عيار. انضم السيد فيصل عيار إلى كبكو في عام 1990 عندما كانت شركة المشاريع شركة استثمارية إقليمية تدير أصولاً بقيمة 220 مليون دولار، وقد تحولت الشركة إلى أكبر الشركات الرائدة والقابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدير أصولاً بـ 32 مليار دولار. ترتكز أنشطة الشركة على الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة في 24 دولة مجمعة. السيد فيصل هو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المشاريع. أقدم الشيخة زين الصباح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب المنشأة حديثاً، وهي المسؤولة عن وضع تصور وإدارة عملياتها. الشيخة زين تنادي بمفهوم القيادة بالقيم وتكافح ضد النماذج الإدارية التشريعية الحكومية القديمة، وتدافع عن إنشاء قطاع شبابي ثالث. أقدم دكتور عدنان شهاب الدين المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمين العام بالنيابة السابق، مدير أبحاث منظمة أوبك في فيينا، شغل في السابق منصب مدير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا، كما عمل مديرا لمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة، ومديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ونائب مدير جامعة الكويت للشؤون الأكاديمية.
قبل لا أبتدي محاوري مع ضيوفي الكرام، أحب أنوه أن معظم المحاور اللي حطيناها اليوم في الحلقات النقاشية هي معظمها من آراء بعض ممثلي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك طبعا احنا يعني حريصين جدا ان تكون نهاية النقاشات او المحاور تصب في صالح هذه المنظمات والجمعيات. سؤالي الاول حق ضيوفي الكرام، ما الذي نعنيه فعليا عندما نتحدث عن الشراكة؟ هل هي فقط مفردة متداولة؟ أم أننا نستطيع لمس ورؤية الجهود التي تبذل من أجل تحقيق تلك الشراكة؟ صباحكم الله بالخير. أولاً ممكن أقول أن جداً جداً فخورة أني أنا قاعدة بين أساتذتي بمبارك ودكتور عدنان، جزاكم الله ألف خير. أتشرف بوجودي معاكم على هذا المسرح، وأشكر أختي عبير العمر على عملها المميز دائما بمساحة المسؤولية المجتمعية وغيرها من مساحات إبداعية، جزاكم الله خير وعساكم على القوة. بالنسبة للشراكة يعني وبمفهوم الشراكة اليوم على المستوى المحلي والعالمي، بوجهة نظري الشراكة لابد أن إذا نشوفها تنجح لابد أن تكون شراكة وملكية مشتركة وليس فقط شراكة. فالملكية بأي عمل سواء كانت ملكية فكرية أو إنتاجية مهمة جدا من أجل ضمان الشراكة الناجحة، من أجل ضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة. بالتوازي لابد أن المخرجات اللي نطمح لها من خلال هذه الشراكة تكون واضحة من الأساس، المؤشرات تكون واضحة وقياسها وأدوات قياسها تكون كذلك واضحة. وأنا قاعدة اليوم يعني مثل ما قلنا بين أساتذتي اللي هم أساساً يحددون آلية الشراكة والآلية العمل اللي نقوم فيها اليوم بالشراكات المحلية، وهم أسسوا منظمات ومؤسسات وعملوا خلال سنوات طويلة من أجل ضمان هذه الشراكات، وشافوا فائدة منها في بعض الأحيان، وشافوا أكيد بعض الشراكات لابد أن كان فيها بعض المعوقات. فاللي بوجهة نظر البسيطة المعوقات اللي تواجهنا من خلال هذه الشراكات تكون يعني نتيجة عدم تواجد الوضوح والمصداقية والشفافية بين الأطراف اللي ودكم تكون معاكم بإطار هذه الشراكة، وكذلك عدم وجود ربما الملكية اللي تكلمت عنها. فمهم جدا الأونرشيب هذا يكون موجود، الملكية تكون موجودة من جميع الأطراف. هذا بالنسبة لي أختي عبير الشراكة الناجحة، وأتعلم منكم أكيد. في تصوري أن وجودنا اليوم على المنبر هذا هو تعبير عن أهمية الشراكة وعن من هم الجهات المعنيين بهذه الشراكة. يعني الشيخ زين تمثل القطاع الحكومي، والأخ الكريم مبارك يمثل أهم إحدى أهم شركات القطاع الخاص التي تخصص جزءا من إمكانياتها ومواردها لتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء رسالتها. وفي نفس الوقت أنا مع حضراتكم اليوم هذا الصباح لم أكن لأكون موجود لولا أن الشركات المساهمة أنشأت مؤسسة الكويت التقدم العلمي وتدعمها منذ إنشائها، وهي مؤسسة في نفس الوقت تحظى بشرف أنها أنشأت بمبادرة من الشيخ جابر طيب الله ثراه وبدعم وتمويل من القطاع الخاص. فإذا الشراكة موجودة على الواقع، لكن الشراكة هذه تحتاج إلى أسس متينة حتى تتطور وتعطي ثمارها. يعني ليس فقط من الجانب المالي، أنا تحدثت مثلا عن كون أن الشركات الكويتية المساهمة تخصص جزء من أرباحها السنوية مباشرة لدعم المجتمع المدني بدليل هذا التجمع، ولكن أيضا تدعم تجمع إمكانياتها وتضعها من خلال مؤسسة الكويت لتقوم بدور كبير في تطوير
العلم والتكنولوجيا والابتكار وتخصص جزء من جهودها لدعم المجتمع المدني. الشراكة بالنسبة لنا احنا في مؤسسة الكويت التقدم العلمي تعني انه احنا لا نقوم بالعمل مباشرة، يعني المؤسسة لا تقوم بأبحاث مباشرة، وإنما تبحث عن شركاء من الجهات العلمية المتميزين المتخصصين ليقوموا بالأبحاث التي ترى فيها المؤسسة فائدة على دولة الكويت، من جامعة الكويت، من معهد الكويت للأبحاث العلمية. في نفس الوقت فيما يتعلق بنشر الثقافة العلمية أو نشر مفهوم العمل التطوعي، نبحث عن شركاء ونستمع إلى شركاء يتقدموا للمؤسسة للحصول على دعم وتمويل من المؤسسة. إذن في هذا الإطار نحن نرى أن الشراكة متمثلة اليوم معنا هذا الصباح. كل اللي نحرص عليه أن نطور هذه الشراكة من حيث تطوير الموارد المخصصة لها من جميع الأطراف بما فيها الحكومة، والحقيقة يمكن الحكومة هي أقل جهة من ناحية التمويل. فعلى اليوم يعني رح شوية أشد عن العرف والدبلوماسية وأطلب من هذا المنبر أن الحكومة تدعم أكثر العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني يدا بيد مع الشركات نفسها ومن خلال مؤسسة الكويت التقدم العلمي. وآسف على الإطالة. بس إضافة لكلام الدكتور على الدعم الحكومي، أنا أعرف ناس تقدموا إلى جمعيات نفع عام، جمعيات مو ربحية، أول ما سووا لهم وقعوهم أنه ماكو مقر، ها توقع انك ما تطلب مقر وتوقع انك ما تطلب دعم، فيعني هذا الدعم اللي نتكلم عنه. المهم انا اعتقد ان المجتمع المدني مثل ما قلت لي معالي الوزير تطور مع الوقت، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص والشراكة حتى مع الحكومة تطورت بالسنوات اللي فاتت. في كانت عبارة عن علاقات عامة بالنسبة للشركات، كانت ون ايفنت شغلة مرة، الحين فيها نوع من الاستدامة، فيها مشاريع. أتكلم عن مؤسستنا مستمرين بدعمها في سنوات صالحة، والحمد لله الاستمرارية مهمة وضرورية هذه. ففي تطور، في تطور في بالنسبة للقطاع الخاص ونظرته للشراكة، وبالنسبة للحكومة نظرتها للشراكة، وكذلك المجتمع المدني ونظرته للشراكة. فلما نقول إحنا دعم ما نقول دعم كامل، إحنا نقول عطوهم البداية بس يبدون فيها. أنا إذا سمحت لي الأخت عبير، يعني معالي الوزيرة موجودة أمامي، وأنا أقصد أن أحيي المجهود اللي تقوم فيه وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الأعلى للتخطيط في تضمين مشاريع في خطة التنمية موجهة لهذا الغرض. وأنا الحقيقة نحن سعداء عندنا مشاريع اقترحتها المؤسسة خاصة بالمنفعة العامة، وتبنتها وزارة المجلس على التخطيط في ضمن خطة التنمية لها فائدة على المجتمع. فأنا أعتقد اللي مقصود بزيادة الدعم ليس زيادة الدعم لكل جمعية أو منظمة جمع عام، وإنما الدعم للمشاريع الكبرى، واللي هذا الحقيقة يعني بدأت الوزارة ومن خلال مجلس على التخطيط تضمينه في خطة التنمية، وهذه أنا أعتقد خطوة جدا ممتازة موفقة. شكرا دكتور عدنان، شكرا زين، شكرا أبو مبارك. أنا في عندي سؤال المفروض أسئله الحين بعد هذا السؤال، بس الحين دام إن محمد موجودة، دكتور خالد موجود، دكتور عدنان موجود، ففي عندنا سؤال يمكن شوية لعلاقة في خطة التنمية للدولة. كويت جديدة عنوان جميل يبعث الشعور بالأمل عند كل كويتي يسمعه، ماذا يعني لكم هذا العنوان؟ يقال أن هناك ركيزة أساسية ضمن استراتيجية خطة التنمية للدولة اللي هي كويت جديدة، تعمل على الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يخص رأس المال البشري. كيف تجدون هذه الشراكة؟ ودام إن محمد ودكتور خالد موجودين في لهم مداخلة، وبعدين تعليق حق ضيوف الكرام إذا اسمحوا لي. تفضل يا محمد. صباحكم الله بالخير. بداية طبعا أشكركم على هذه الندوة الممتعة اللي فيها من الصراحة، اللي احنا يعني
نتمنى أن نخرج بها بأن احنا نعدل حتى لو كانت لدينا قرارات أو أفكار وإجاتنا اقتراحات وطموحات نحاول أن نحققها. الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني، وأنا أقول مو بس المجتمع المدني حتى القطاع الخاص، اللي هي في عمل خطة التنمية، واليوم ويمكن قبل أسبوع وبعد أسبوع هناك ورش يومية فيها من مؤسسات المجتمع المدني، فيها من القطاع الخاص، وكذلك فيها من الحكومة، يقيمون مشاريع اللي متقدمة فيها جهات الحكومية، يدخل في خطة التنمية مرتبط بالرؤية وبالركائز أم لا، حتى نخلي مشاركة المجتمع المدني في الخطة من بدايتها. هذا المشروع يدخل لبعد تنموي ولا لا؟ لأن يعني كما تعلمون هناك كثير من جمعيات النفع العام هي متخصصة، سواء البعد الاقتصادي أو البعد الإنساني أو حتى البعد للمرأة الاجتماعي، كل هذه الأمور. فهم قاعدين يقيمون معانا المشاريع فإن يدخل، وهذا يمكن الأخوان في الأمانة العامة للتخطيط بدأت هذه السنة حتى يصير هذا الرتم اللي راح تمشي عليه خطط التنمية. ليست الأمانة هي اللي تقيم فقط، واللي يقيم الثلاث جهات، غرفة التجارة مع المجتمع المدني مع الأمانة. هذا إحنا قناعتنا في وجود المجتمع المدني معنا. الشيء الثاني اللي تفضل فيه الدكتور عدنان إن هناك مشاريع كثير من جمعيات النفع العام تقدمت بمشاريعها إلى الأمانة العامة للتخطيط، ووضعت هذه المشاريع في خطة التنمية بميزانياتها، بحيث أن هذه المشروع ممكن تكون الجهة المجتمع المدني هو الذي يعني مشرف عليها، هو صاحب الفكرة بالشراكة، وهني يعني بالشراكة مع الجهة الحكومية. حتى أنا ضد الدعم الخاص اللي لكل جمعية واحد، كل يعني جهات أو جمعيات النفع العام والمجتمع المدني في العالم معتمدة على نفسها، ما تعتمد على دعم حكومي، حتى تكون حرة في التصرف، حرة في إبداء الرأي، حرة كذلك في مشاريعها. الشراكة الحقيقية في مشاريع الخطط، الشراكة الحقيقية في شراكتهم معنا في إنشاء أي مشروع أو تنفيذه، هذه الشراكة الحقيقية، لأنه هني راح يعطي من خبرته، راح يعطي من أفكاره، مما ينعكس على جودة المنتج أيا كان هذا المنتج، سواء كان إنشائي أو كان تطويري. ويمكن هما دخلوا معنا في أغلبية المشاريع التطويرية اللي هي يكون أصلا حتى يعني الناتج النهائي أفضل لما يكونون في شراكة ما بين الثلاثة. يمكن إحنا قبل لا نسوي الإيفنت مال كويت 35 كانت هناك زيارات إلى المجتمع المدني في مقارهم في جمعياتهم، ناقشنا معهم يعني هذا الموضوع. الحكومة كلها، اللجنة الاقتصادية قامت بزيارة أكثر من جمعية نفع عام لمناقشتها في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، في خطة التنمية، حتى نسمع منهم الآراء، بعضها نتفق معها بعضها ما نتفق، لكن يكون أكو لهم رأي في هذا الموضوع. فهذا توجه لدى الحكومة بالكامل وليست كذلك، وأعتقد هذا التوجه ما كان موجود في السابق. هذا يعني اليوم المجتمع المدني احنا قاعدين نأكد أنه هو الضلع الثالث، ولا تنمية حقيقية في أي بلد بدون قطاع خاص، قطاع حكومي ومجتمع مدني، لا توجد تنمية إذا ما كانوا هذين الثلاثة مشتركين في كل هذه المشاريع. صح نوقعهم على عدم وجود دعم، صح نوقعهم على عدم وجود مقر، حتى يتحملون، مع العلم أن أنا قاعد أشتغل مع وزارة الشؤون على مشروع كبير يكون هو مثل مجمع المجتمع المدني، يحوي على كل احتياجاتهم من مسرح، ملاعب، قاعات اجتماعات، قاعات تدريب، قاعات يعني كل هذه الأمور، وبعدين يصير لهم هما كل واحد غرفتين أو ثلاثة، حتى يصير المجتمع المدني لا يعني مكانة يعني في مكان واحد، وبعد نبعد عن تأجير البيوت والمناطق السكنية وما إلى ذلك، حتى لا يكونون مو مرخصين ومرخصين وما إلى ذلك، ندخل في المتاهات الغير قانونية.
قاعد نشتغل عليه هذا، لكن أريد أقول المجتمع المدني هو يبني نفسه بنفسه، ومن من من كلمته هو متطوع، فيعني يشتغل على المبادرة ويشتغل على تقديم الأفكار. يهمني أنا شراكتهم في المشاريع، أؤكد وايد على شراكتهم في المشاريع، وخطة التنمية السابقة نحط فيها، وخطة الجاية أنا أقصد السنوية قاعدين نحط فيها وقاعد تزيد، لأن بدأ المجتمع المدني يتفاعل مع الأمانة العامة للتخطيط. شكرا لكم. شكرا معالي الوزير، صراحة ما شاء الله إجابة يعني بإسهاب واضحة، وأتمنى أن يعني جمعيات النفع العام يعني كلهم قاعدين يستمعون إلى هذه الإجابة، لأنهم كانوا يطلعون إلى هذه الإجابة. إحنا كنا حاطين في بعض النقاط بالنسبة لهم، هم كانوا يعني لما قعدنا معاهم في عندهم بعض العراقيل وبعض الصعوبات، طبعا من يعني من أبرزها اللي هو الإطار القانوني المعقد التقييدي، وقلة فرص بناء القدرات، وشح فرص التمويل التي تتيح لهم التطور والوصول إلى الاحترافية. وأعتقد يمكن معالي الوزير توك أنت الحين بإجابتك وضحتي بعض النقاط الأساسية اللي توضح هذا الاستفسار عندهم. دكتور عدنان، أنا في عندي سؤال. إيه تفضل. أنا أتفق وياك بالكامل على موضوع أن ينمون قدراتهم مؤسسات المجتمع المدني، لكن يعني في الدول المتقدمة كلها القوانين كلها تصب في عملية الدعم، يعني الأموال اللي تندفع معفية من الضرائب، المدري إحنا ما عندنا ضرائب، بس أنا أتكلم القوانين تعمل لصالح المؤسسات هذه. بأمريكا قبل كم سنة كان الأفرج المتوسط 700 للعائلة الواحدة، 700 دولار التبرعات، 700 بلايين الدولارات نتكلم على ها. وين تروح هذه؟ تصب في الأعمال الخيرية وتصب في أعمال المجتمع المدني. فإحنا ما عندنا هالسالفة، حتى القرار، ما أقول قرار، يعني في فلوس كثيرة الحمد لله ديننا الإسلامي بالزكاة والأشياء من هالنوع، ماكو فتاوي ها أو شيء من هالنوع تقدر تشجع عملية دعم هالمؤسسات. يعني الحمد لله المساجد مالية البلد والأشياء مالية كثير، فلازم أكو دور للدولة لدعم هالمواضيع هذه، دعم المؤسسات اللي هي الخيرية هذه، إن فيها أجر مساعدة المؤسسات المدنية. فبس بغيت أضيف إن قوانيننا حنا وأشياء جامدة لدرجة إن صعب أن نبيهم يبدون من الصفر ويحاولون يسوون مشاريعهم يسوون. الحمد لله في تطور بالنسبة لعقلية القطاع الخاص هالأيام، يعني قاموا يفكرون إنها مهمة المسؤولية الاجتماعية ومهمة عملية الدعم. ففي تطور كبير السنوات اللي فاتت، بس ما زالوا يحتاجون الدولة يعني على الأقل بالنصيحة يعني. شكرا بمبارك. أنتقل حق دكتور عدنان. الكويت تحتل المركز 67 في مؤشر الابتكار العالمي، متأخرة عن البحرين التي في المركز 57، وقطر التي في المركز 50، والسعودية بمرتبة 49، فيما تتصدر الخليج العربي الإمارات بمركز 41. ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم الابتكار في القطاعات الحكومية والخاصة والغير ربحية؟ ما الذي يجعل الكويت مستمرة في نزولها في هذا المؤشر؟ وأعتقد يمكن دكتور خالد بعدين تكون له مداخلة معنا في هذا السؤال، بس أتمنى دكتور عدنان يجاوبنا على هذا السؤال. طبعا السؤال من شقين. صحيح. الشق الأول. السؤال من شقين. الشق الأول يتعلق يمكن ماذا تقوم فيه المؤسسة، القصد. خلي أجاوب على الشق الثاني في الأول وأرجع لل. أوكي. أعتقد الشق الثاني مهتم فيه. أنا عندي الساعة 11:30 لقاء مع بعض المساهمين أو الشركات اللي تدعم المؤسسة حتى نشرح لهم الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، وواحدة من السلايدز اللي أنا راح أشرحها تتعلق لماذا الكويت متأخرة في الجلوبال إنوفيشن إندكس. في تقديري الشخصي وحسب ما هو واضح من الجلوبال إنوفيشن إندكس، إنه الكويت تتمتع بدخل قومي مرتفع، سواء إذا قسناه على مستوى
إجمالي أو بالنسبة للفرد. يعني في نقطتين بالرسم البياني تبين الكويت وقطر مرتفعين جدا ولكنهم تحت مؤشر الانوفيشن، تحت مجموعة تسمى بالأندر بيرفورمرز، يعني عندهم إمكانيات ولكن ما قاعدين يستطيعون يحققونها. السبب الرئيسي في اعتقادي أنه الكويت كانت سباقة في القرن الماضي في بناء المؤسسات العلمية والتعليمية والابتكارية، جامعة الكويت، معهد الكويت أبحاث العلمية، المدارس، احنا كلاتنا درسنا بمدارس ممتازة ومتميزة، وبالتالي الكويت حققت الحقيقة قفزات كبيرة في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات في جميع المؤشرات. لم يحصل تراجع، وإنما التراجع كان تراجع نسبي. يعني أنت ذكرتي معلومة الحقيقة هي صحيحة المعلومة، ماذا تبين هذه المعلومة؟ أن الكويت تقدمت ولكن ببطء، بينما الآخرين يتقدمون بسرعة أكبر منا. أنا أعتقد في سبب، أنا شخص أنت ذكرتي بالمقدمة أنا اشتغلت في معهد الكويت أبحاث علمية وجامعة الكويت منظمات خارجية، أنا أعتقد السبب هو أن المؤسسات العلمية التي تهتم بالابتكار والمؤسسات التعليمية بالكويت التي تهتم بصنع الإنسان أصبحت منذ السبعينات أو الثمانينات موضع التجاذب السياسي ضمن المنظومة داخل الكويت. اسمحي لي معالي الوزيرة أني أقول الكلمة هذه، وأنا من تجربتي الشخصية في معهد الكويت الأبحاث العلمية وعشت فيه 10 سنوات، عندما غادرت المعهد كان المعهد يعتبر من أفضل المعاهد في المنطقة. الحين هناك بالمنطقة عشرات من المعاهد التي تفوقت نسبيا على المعهد، ليس لأن المعهد تراجع، المعهد يتقدم، ولكن اتخاذ القرار أصبح يمر في دورة كبيرة من الرقابة والديوان الخدمة البدنية والرقابة المسبقة ومش عارفة. معاهد الأبحاث لا تدار بالطريقة هذه إذا كنت عاوزة أنها تكون في السباق. هذه ملاحظتي أجابتي على الشق هذا. أرجع إلى فيما يتعلق في الإبداع، ماذا تقوم في المؤسسة؟ يمكن أنا أعتقد مثال أو مثالين. إحنا أعتقد اهتمينا جداً بتوجيه من حضرة صاحب السمو أنشئ مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ليحتضن الشباب الأفراد ويقدم لهم التسهيلات، سواء من خلال الفابلابز، من خلال الأندية، من خلال النشاطات الأخرى التي يقدم لهم. هذا أحد الأمثلة فقط اللي أحب أقولها. يحتضن المخترعين إذا عندهم أفكار ابتكارية يساعدهم في تسجيل براءة الاختراع وتطويرها إلى أن تصل إلى. أيضا أنشأنا بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط في الخطة التنمية أول أكاديمية للموهوبين ستفتتح يوم 22 من هذا الشهر بالتعاون مع وزارة التربية، وسوف يكون هناك أكاديميات للموهوبين داخل الكويت في كل منطقة من المناطق. أنا لن أطيل، ما أستحوذ على الوقت، أكتفي بهذا، وإذا في كان فرصة لأني أنا أيضا مضطر أترك مبكر اليوم. شكرا. شكرا دكتور عدنان. دكتور عدنان عند ارتباط اليوم فمضطر انه يمشي مبكر، فبنعطيه فرصه في الاسئله في البدايه. دكتور عدنان، بالنسبه حق مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، انا لما قعدت معك وتناقشنا ذكرت لي امثله ومشاريع كثيره قاعده تصير الحين مع خطه الكويت للتنميه او خطه الدوله للتنميه اللي هي كويت جديده. مكانة الاهتمام ببناء الإنسان في الخطة العامة للدولة، هل لمؤسسة الكويت العلمي دور بارز فيها؟ وأعتقد مرة ثانية دكتور خالد مهدي يمكن بعد تكون له مداخلة معنا في هذا الموضوع، أو محمد لتشوفونه. بالتأكيد يعني أحد أهم محاور استراتيجية خطة عمل المؤسسة هو فيما يتعلق في بناء الإنسان، وخصوصا التركيز على بناء الثقافة العلمية لدى الإنسان الكويتي. ولذلك أنشئ مركز العلمي اللي كلكم تعرفونه اللي موجود برأس السالمية، لذلك أنشئ مركز صباح الأحمد، لذلك أنشأنا الأكاديميات التي تستقطب المتفوقين داخل المدارس في العلوم والرياضيات. كنا ندعم الوزارة في تقديم خدمات تعليمية إضافية لهم داخل الفصول داخل مدارسهم، الحين جمعناهم في أكاديميات متخصصة، أولاها راح تكون في العاصمة، منطقة الصوابر راح يكون أخرى. هناك العديد من الأنشطة الحقيقة التي مثلا تعليم العلوم والرياضيات عندنا متدني داخل دولة الكويت، وبالتالي بدأنا برنامج متخصص ليس للمتفوقين ولكن للطالب العادي،
كيف نحسن من تعليمه، وبالتالي هذا يحتاج إلى تدريب المدرسين نفسهم. وضعنا خطة بالتعاون مع وزارة التربية لرفع مستوى المعلمين حتى يستطيعوا أن ينهضوا بالقدرات العلمية لدى الطلاب. طبعا كل هالأمور هذه الحقيقة تحتاج إلى موارد، وبالتالي هني أرجع لموضوع الشراكة من ضمن خطة التنمية. تقدمنا بطلب بحيث احنا نحط جزء من مواردنا، وخطة التنمية تضع جزء من مواردها لتطوير هذه الأمور. هذه بعض الأمثلة اللي أستطيع أن أوردها هني. شكرا دكتور عدنان، تفضل يا محمد. أنا بس يعني ثواني وبعدين راح أعطيها للدكتور خالد. أنا بس حبيت أأكد إن مشاريع لو عملت الشراكة الحقيقية تنجح. الفاب لاب اللي تكلم فيها الدكتور مع مركز صباح الأحمد كانوا يحتاجون إلى أماكن، وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت لهم هذه الأماكن، وهذا طبعا جزء كبير من المبلغ، لأن لما تعطين مبنى بموقع استراتيجي راح يأثر كثير في عدد الحضور الأطفال المدارس ما إلى ذلك. هذه الشراكة الحقيقية اللي تطلع بمنتج نهائي. احنا في وزارة الشؤون الحين ما هي في الأمانة أي منتج أو مشروع يطلع بمنتج نهائي العائد ماله على رأس المال البشري عادة نوافق معه، سواء كانت مع مؤسسة التقدم العلمي أو مع أي مؤسسة أخرى. بس حبيت أؤكد على هذه الشراكة بدأت من زمان ولن تنتهي حتى نؤكد على اهتمامنا برأس المال البشري. عفوا، شكرا محمد. حبيت أضيفة. أي. إذا حضر الماء بطلت تيمم. ما عندي حكي أقوله أكثر مني. أعلق على بعض الأمور المرتبطة في الشراكة وبالرأس المال البشري، كونه محور الكلام في موضوع الابتكار وبرامج الابتكار. استراتيجية المؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالأخص في آخر 5 سنوات أو 4 سنوات كانت مرتكزة على الابتكار، ومرتكزة على تفعيل دور القطاع الخاص في مفاهيم الابتكار. وإحنا رأينا برامج واقعية بدأت تأخذ مجرى كبير جداً في مفاهيم الابتكار وتطوير مفاهيم الابتكار في دولة الكويت. نحن في الأمانة العامة للتخطيط وضعنا من ضمن برامجنا اللي مرتكزة على الرأس المال البشري ومرتبطة بالاقتصاد المتنوع المستدام مفهوم الاقتصاد المعرفي أو knowledge based economy. الاقتصاد المعرفي يرتكز أساساً في تطوير رأس المال البشري لأن يكون إبداعي ومبتكر، مع التخلص من ما يسمى بالمنظومة التعليمية التقليدية اللي أقدر أسميها ليس الإبداعي ولكن الإيداعي، وهذا مفهومين مختلفين في الفكر. إذا تكلمت أنا عن الرأس المال البشري الإيداعي معناته أني أنا أدخل في عملية تلقين، هذا ما راح يطلع لي برأس مبدع يكون من ضمن الرأس المال البشري اللي يقدر يغطي مفاهيم الابتكار اللي موجودة على العالم كله. تراجعنا احنا في موضوع الابتكار سببه اقدر اقول هي دورة سايكل موجودة تبدأ اساسا في اول صفارة انذار انطلقت في مؤشرات الرياضيات والعلوم في دولة الكويت، عندما سجلنا احنا مراكز متدنية في ما يسمى باختبارات العلوم والرياضيات بيمس اللي هم تيمس وبيرلز، اللي أثبتت بأن لدينا مشكلة حقيقية في ما يسمى بالبيسك إدوكيشن اللي هو التعليم الأساسي. هذا رقم واحد. أيضا نتكلم عن هذه الدورة تسببت في النهاية إلى ضعف في الإنتاج الابتكاري في الدولة. الحل يرتكز على قاعدة إصلاح المنظومة التعليمية بالدولة، وهذا الأمر لا خلاف عليه. يعني أي واحد يسمع هذا الكلام يدري أن إصلاح المنظومة التعليمية للدولة هو الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة وأي برنامج موجود لدينا في خطة التنمية. ولهذا مؤشر الابتكار اللي ذكرتي مرتبط ارتباط رئيسي في التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم الفوكيشنال المهني. ولا ينجح الابتكار إلا في تعزيز هذه المؤشرات المؤدية اللي نقول إن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إصلاح. في خطة التنمية يوجد هناك برنامجين، الأول هو منظومة إصلاح المنظومة التعليمية، وجزء من هذا البرنامج المؤسسة الكويت التقدم العلمي بشراكة رائعة يقوم في تدريب المعلمين
من أجل رفع مستوى الطلبة، هذا واحد. والثاني وهو المشروع اللي تقوم في وزارة التربية مع البنك الدولي تحت مسمى برنامج كفايات. فهذا هو المنظومتين لتحسين في النهاية مؤشر الابتكار للدولة. شكرا دكتور خالد، بس ودي يعني أعقب على كلامك في سؤال إذا تسمح لي. مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة مقل في محيط القطاع الحكومي، ولكن الآن مع وجود هذا المفهوم من خلال الشراكات في خطة التنمية للدولة، ما هي آلية وصولها للحكومة وكيفية الإعلان عنها ونشرها وآلية العمل بها؟ بمعنى مفهوم أو عالم المسؤولية الاجتماعية أو الاستدامة، هذا مفهوم تبنته يعني شركات أو مؤسسات في القطاع الخاص منذ فترة زمنية يعني لا هي قليلة ولا هي كثيرة، ولكن القطاع الحكومي ما قد مرة سمعنا أنه استخدم هذا المفهوم. الآن نفهم أنه من خلال الشراكات اللي موجودة في خطة التنمية هو المفهوم الأساسي، هذا هو المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. شلون بتوصلونها حق القطاع الحكومي؟ شلون عملية أو آلية وصولها حق القطاع الحكومي؟ وصولها إلى، إحنا ما نحتاج نوصلها بس حق القطاع الحكومي، إحنا إذا نتكلم عن شراكة قائمة على ثلاثة أرجل أو ثلاثة الثلاثة هذه القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، أبي أدخلها في مبنى آخر. هناك الشراكة المجتمعية والشراكة المعرفية والشراكة التمويلية بالإضافة إلى الشراكة التشريعية، والآن أضفنا لها في الأكسرسايز اللي قاعد نقوم فيه الورش القائمة بالشراكة التنموية. فإذا احنا نأخذهم مع بعض الحين، بالنسبة للشراكة المعرفية نحن نحتاج إلى نقل معارف. لا خلاف على أن مؤسسات المجتمع المدني فيها مؤسسات في المجتمع المدني متطورة معرفيا هيكليا تنظيميا، وفي مؤسسات في المجتمع المدني نقدر نسميها التوها داخل المنظومة اللي قاعد يتكلم عنها أخوي مبارك اللي قال تحتاج دعم. هذه اللي توها داخل المنظومة، منظومة العمل المجتمعي، هذه تحتاج إلى ما يسمى بالدعم. نوع الدعم هو دعم معرفي. احنا خلال شراكتنا الدولية مع الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي، ومن ظل المشروع الوطني، يوجد لدينا وثيقة مشروع اسمها دعم مؤسسات المجتمع المدني، وهذه وثيقة تم إعدادها ولتوقيعها نقوم بالآتي: أن أي مؤسسة مجتمع مدني تتقدم بفكرة راسخة تحتاج إلى دعم ومشروع واضح المعالم ذو ديليفربل واضح، مخرج واضح يؤدي في النهاية إلى إمباكت، إلى أثر تنموي على البلد، نقوم نحن من خلال هذا المشروع بدعمه. والدعم اللي قاعدين نقدمه هنا دعم معرفي، نولج ترانسفير، النوهاو، البايلوز ندخل فيها نعلمه بكثر ما نقدر، نربطه في شراكات في بارتنرشيب، نربطه مع مشاركات وشراكات أممية ومنظمات أممية وشراكات أخرى. هذا اللي هو النقل اللي أنا أسميه الشراكة المعرفية. أقوى شراكة معرفية حصلت الآن هي الشراكة بين مركز الكويت للسياسات العامة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي. بهذه الشراكة احنا الحين انفتحنا على جميع الشراكات الدولية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وندخل الآن في إعداد سياسات، والله الحمد احنا أول مشروع الآن تم اعتماده، مشروع الاستراتيجية الصحة في دولة الكويت، وتليها مشروع الجوفرنس الحوكمة، ويليها مشاريع أخرى بالتعاون مع الجهات الدولية التي قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الربط بينها. فهذا نوع من الشراكة القوية، هذه هي اللي نسميها الشراكة المعرفية. الشراكة المجتمعية نحن نؤكد بدور فاعل جدا سواء في الأمانة العامة للتخطيط أو في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأن نقوم بدعم الأنشطة سواء على مستوى تحديد أولويات الدولة، الأولويات الوطنية. يعني نعم يوجد هناك مؤسسات بالمجتمع المدني وتخلق كيانات قد لا تكون لها تأثيرات مباشرة على خطة التنمية أو خطة تنمية البلد. هذا الأمر
يحتاج إلى نوقف ندرس ونشوف ما هي المخرجات الواضحة، رغم ثلاثة اللي هي اللي نسميها إحنا المشاركات التنموية اللي إحنا دعينا فيها المؤسسات المجتمع المدني يساعدونا في إعداد الفكر التنموي وخطة التنمية الجديدة. الحين خطة 2025 القادمة الخمسية في إعداد سياساتها، إحنا قاعدين نعمل شراكة مع القطاع الخاص، وأعتقد أن جميع مؤسسات القطاع الخاص يتم دعوتهم لإيفنت جاي قريب جدا في التعاون مع البرنامج الوطني للأمم المتحدة أيضا في تعزيز دور القطاع الخاص في البرايفت سيكتور إنيبلينج إحنا نسميه، اللي هو تمكين القطاع الخاص بوجود أيضا مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية الكويتية. هي الجمعية الأمر اللي بختم فيه ان التعاون الحالي القائم مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بهذا الكم الهائل من المتطوعين ولديهم قدرات شبابية رائعة جدا بدأوا يدخلون معانا من خلال الوثيقة اللي راح توقع قريبا ان شاء الله خلال اليومين مع اختي ام فيصل في الايام الجاية. هذه ايضا جزء كبير منها هي عبارة عن شراكات دولية تعزز دور الشباب من خلال منظومات المجتمع المدني. فأنا أعتقد أن نحن الآن نمر في نقلة نوعية نتمنى لها الاستدامة، بس ها يعني اللي بيحط إيده بهالدرب لازم يكمل. صحيح. مهم، إحنا ما نبي الهبات، هي استدامة، إحنا ما نبي الهبات، لازم نكمل. والالتزام ما هو سهل. صحيح. الالتزام ما هو سهل، يعني إحنا نلاقي وايد مشاريع طموحة، يعني ناخذ على سبيل المثال مشروع من المشاريع يكون جدا طموح خلال 3-4 اجتماعات أو 5 الجماعة سوري على الكلمة خقوا، لا هذا يبيلها طولة نفس وتحمل وتطيح وتقوم، بس مو من أول طيحة بس خلاص الدولة مو قاعدة تدعم، لا هذا ما يصير، واللي طق الباب حيل أكيد راح نجاوب عليه، بس نبي نشوف إحنا هم بعيد، إحنا كدولة نبي نشوف من قدامنا إن اللي جبيلنا مستعد إنه يقدم شيء، وهذا المخرج اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. سوري انا وايد طولت. لا بالعكس بالعكس، كلام جدا مفيد، وانا متاكده ان وايد ناس يبون يسمعون هالكلام. مشكور دكتور خالد، بس ام فيصل ترى عندها تعقيب على كلامك. ها تفضلي. امانه هو ليس فقط تعقيب على دكتور خالد بل توضيح لامر مهم. انا اليوم لي الشرف اني امثل مؤسسه تعني ب 72% من الشعب الكويتي ما دون السن 34. إذا لما نتكلم اليوم عن مؤسسة أو وزارة الدولة لشؤون الشباب ممكن نتكلم وتقول وزارة الكويت، مستقبل الكويت فيها. مرسوم إنشاء الوزارة ترى كان جدا ذكي، مع أن إحنا كنا نشتكي من المرسوم أم أحمد أنه هو ما يعطينا الصفة التنفيذية، إحنا لازم بس ننسق ونعمل استراتيجيات ونوجه، وربما هذا شيء جميل كبداية، الآن نحتاج عاد ننفذ بعدين فيما بعد، ولكن كبداية كان شيء جميل لأنه قصبا علينا لازم نقوم بشراكات عشان نشتغل. إذا ما بدينا نعمل من خلال شراكات ما رح نشتغل، فعلينا أن نربط الأمور بوقت. اليوم دائما نسمع أن الإيد الوحدة ما تصفق، أنا أقول لكم أكثر من كذي، إحنا ما نبي بس أن الإيد الوحدة ما تصفق، إحنا وقتنا الآن يتطلب منا الشربكة، نشربك مو بس نصفق. فاليوم وزارة الشباب حاولت أن تخلي الجميع يشربك من أجل خدمة المجتمع الشبابي. شلون؟ مؤسسات الدولة اليوم المعنية سواء بالشباب سواء الخاصة ولا المدنية أو المجامع الشبابية ولا الأفراد، دائما نحاول نوجههم بأن يعملون وفق معايير واضحة وأسس منظمة متكاملة. لما تيون حق الشباب وتقولون لهم هالنقطة يقولون لكم زين وين نروح، وين نلجأ، منو اللي يدعمنا، شنو اللي احنا نبي. موضوع اكتشاف المهارات الإبداعات اكتشاف الذات المؤسسي الفردي إلى آخره يعتمد اعتماد كلي على توجيه واضح وموحد من الدولة، وهذا الشيء للأسف نفقده. فأول الأمور اللي قمنا فيه بوزارة الدولة وشؤون الشباب هو مشروع إعداد سياسة وطنية، وموجود حالياً من ضمن قائمة المشاريع المقدمة بالخطة المائية. عندنا 3 مشاريع، واحدة من مشاريعنا أيادينا هو لتعزيز العمل التطوعي وتوحيد العمل التطوعي على مستوى الدولة. عندنا مبادراتنا اللي تم من خلالها دعم المبادرات الشبابية بعشر مجالات، ولله الحمد إلى يومنا الآن دعمنا أكثر من 1400 مبادرة شبابية غير ربحية.
وعندنا المشروع الثالث اللي هو مشروع إعداد السياسة الوطنية. إنزين شنو السياسة الوطنية؟ السياسة الوطنية هو بوصلتنا، بوصلتنا الأساسية. اليوم شنو نبي من خلال تشريعات لازم تجدد أو لازم نعيد النظر فيها، الخدمات اللي قاعد تقدم للشباب الكويتي والخدمات اللي فعلا تحتاج تطوير من مراكز شبابية وغيرها، شنو الميزانيات اللي قاعد تصرف سنويا على الشباب، وشنو الرأي العام، العام الشباب شنو يبونه. فهذا المسح وهذه السياسة قائمة الآن عليه إعدادها الوزارة بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، قاعد نشربك وقاعد نوصل لإيقاع اجتماعي تنموي متكامل. لما نتكلم اليوم بعملية أو بمؤشرات تنموية على مستوى العالم، أنا أقدر أقول بكل ثقة أن اليوم كان في مؤشر اسمه Commonwealth طلع من تقريبا شهرين، كنا إحنا بالمرتبة 110 ب2013، أصبحنا اليوم الآن بالكويت من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة بما يخص عملية تنمية الشباب، أصبحنا اليوم مرتبة 56 من 110 إلى 56 خلال 3 سنوات. ترى هذه قفزة. هل إحنا راضين بال 56؟ طبعا مو راضين، أكيد لا. ولكن اليوم لما نقول إحنا وزارة الشباب تنسيقية استشارية غير تنفيذية، وقدرت من خلال تعاونها مع مؤسسات الدولة المدنية والخاصة والحكومية والمجتمع ككل أن تقفز هالقفزة، نقول لله الحمد. علينا الآن مسؤولية أعظم وأعظم، علينا الآن أن نبتدي عاد ندش بعملية التنفيذ مع المجتمع الشبابي، نعطي الخباز خبزة. صحيح المجتمع الشبابي هو قادر أن يقود نفسه بنفسه، ولكن الآن علينا كمؤسسات دولة بجميع مكوناتها أن نضع لهم الفرشة الأساسية. شنو الفرشة الأساسية؟ هي السياسة الوطنية، هي إطار واضح، بوصلة واضحة موحدة تمكننا كلنا من الشربكة. السيدات والسادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة النقاشية الثانية لهذا اليوم في مؤتمر الشراكة، حيث سنكمل إلقاء الضوء على أهم الجوانب التي من شأنها خلق شراكات فاعلة. في البداية دعوني أن أرحب بضيوفنا الكرام لهذه الحلقة النقاشية. الأستاذ خالد الحسن بوبدر انضم إلى شركة الخليج للتأمين في عام 1978، خبرته العملية تمتد لأكثر من 30 عاماً، مكنته من شغل العديد من المناصب القيادية خلال فترة عمله بالشركة. حالياً يشغل السيد خالد الحسن منصب المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، وهي إحدى شركات شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو. شركة الخليج للتأمين هي أكبر شركة كويتية للتأمينات العامة والتأمين على الحياة. حياك الله أبو بدر. المهندس محمد الحمود المدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، انضم للمعهد في عام 1980، عمل في إدارة الهندسة والطاقة لمدة 10 سنوات في مجال أبحاث الطاقة، عمل لمدة 23 سنة في مكتب إدارة المشاريع البحثية، ويشغل حاليا مدير التسويق والعمليات التجارية. أبو حمود حياك الله. الدكتور سلام العبلاني عمل كباحث علمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة 30 عام وحتى عام 2011. خلال عمله في المعهد شارك في الكثير من الأبحاث العلمية المتعلقة بالزراعة السمكية. التحق الدكتور سلام بمؤسسة الكويت التقدم العلمي عام 2012 كمدير برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية. في يونيو 2013 أصبح مديراً لإدارة الثقافة العلمية. حياك الله أبو يوسف. حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا فيكم. عنوان المؤتمر لهذا العام هو شراكة، والسؤال المطروح بناء على ما سمعناه في الحلقة النقاشية الأولى، ما هي مقومات الشراكة الناجحة؟ السؤال مطروح للجميع. ما في شك أن مقومات الشراكة الناجحة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أو ما بين القطاع الخاص
وجمعيات النفع العام فيما يتعلق بدعم مبادرات، سواء كانت مبادرات جماعية ذات أجال طويلة أو إن كانت مبادرات آنية لهدف محدد، تحتاج إلى معرفة تامة بأهمية هذه الشراكة ومدى يعني مخرجاتها وتأثيرها على المجتمع أو على معالجة الظاهرة المعينة التي من أجلها يعني تمت هذه الشراكة. أيضا المتابعة المستمرة والإشراف من قبل الجهات المعنية بهذه الشراكة على متابعة نشاط وتطبيق هذه الشراكة وتقييم المعوقات الموجودة وتقييم أو دعم الإيجابيات في حال وجود إيجابيات من هذه الشراكة وأيضا استمراريتها، مصداقية وشفافية في إظهار الأرقام والإحصاءات والمدلول أو المؤشرات التي تعطي الانطباع السليم بأن هذه الشراكة قد ساعدت في حل هذه المشكلة معينة أو في دعم يعني مجموعة معينة من المجتمع وحققت أهدافها، وبالتالي تحتاج إلى يعني المزيد من الدعم والاستمرار. فالشفافية والإشراف وأهمية مشروع الشراكة هي من المقومات الأساسية لنجاح شراكة دائمة. شكرا بدر. أبو حمود، الحقيقة يعني كفرد من المجتمع هذا وموظف في معهد الكويت الأبحاث العلمية، احنا عندنا مفهوم الشراكة تعريف خاص فيها ان احنا جزء من هالمجتمع. البحث العلمي في جميع دول العالم من ضمنها الكويت انشئ للخدمة يعني لتطوير الاقتصاد والمجتمع، يعني social and economic development، التكنولوجيا لأجل التنمية. معهد الأبحاث ينظر إلى الشراكة شراكة مستمرة. جميع خططنا الاستراتيجية نقوم فيها دائما عندنا شركاء في التنمية، هذا عندنا احنا يعني عندنا شعار نستخدمه دائما، شركاء في كل خطط الاستراتيجية. احنا حتى الآن بالخطة الاستراتيجية الثامنة، يعني المعهد عمره اليوم 50 سنة، لذلك كل مشاريعنا اللي نقوم فيها موجهة لها علاقة بالتنمية، خطط التنمية الدولة، لذلك احنا جزء شريك في التنمية، هذا ما ننظر له. بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية عندنا احنا، المعهد عليه مسؤولية مجتمعية كبيرة، عندنا برامج مع النشء للتدريب في بالصيف وعطلة 15، بالإضافة إلى يعني مشاريع وبرامج معينة لل يعني ذو الاحتياجات الخاصة نعملها، أعمال بعض الحملات كأطلاق سمك في للمساهمة في إثراء الثروة. لذلك المعهد يحس من يعني من مسؤولياته أن يكون عضو فاعل في في في, في المجتمع، وهذه يعني مسؤولياتنا اللي أتمنى أنا حددتها. شكرا. الله يسلمك. دكتور سلام، احنا قبل الجزء الأول من الحلقة النقاشية هذه أنا راح أنظر لها إلى جزئين. تكلمنا عن الشراكة المجتمعية ما بين مؤسسات الخاصة مثل مؤسسة الكويت التقدم العلمي وجمعيات النفع العام، تكلمنا في الجزء الأول أو تكلموا الأساتذة الأفاضل اللي قبلي في الجزء الأول على الهاي ليفل، فما راح أعيد الكلام اللي تكلمناه عن الشراكة. أنا ودي أنزل شوية إلى التكنيكال ليفل، لأن أنا أشوف أكثر الموجودين هني يو علشان على الأقل أنا أتكلم عن مؤسسة الكويت التقدم العلمي، يو هني علشان يسمعون
خطوات حقيقية عملية، لأن تكلمنا مساء على الهاي ليفل، الحين أنا بتكلم على الأشياء شوية للتكنيكال اللي أنتوا جايين تسمعونها. الشراكة إحنا بالنسبة لنا هي ما تعني بس علاقة مهنية، لكن في متطلبات مهمة من جميع المتقدمين لطلب الدعم لمؤسسة الكويت التقدم العلمي. هذه المتطلبات إذا الجهة الطالبة اتبعتها راح تكون الدعم إن شاء الله أو النظرة لها إيجابية. أول شيء أنه يجب أن يكون نطاق أنشطة وفعاليات الجهة المنظمة في مجالات ذات علاقة بالعلوم والتكنولوجيا، فمثل التقديمة اللي قدمناها في الجزء الأول من الحلقة النقاشية، يجب أن يكون هناك محاولة من جمعيات النفع العام لنشر الوعي العلمي ونشر الثقافة العلمية بين أطياف المجتمع. من المتطلبات أيضا أن يكون هناك تقارب ما بين أهداف الجمعيات أو أهداف النشاط تحديدا، قد تكون الجمعية ربما تسوي فعالية تختلف شوية عن أهدافها، لكن ما دام أهداف هذا النشاط أو الفعالية اللي راح تقام متقاربة جدا مع الأهداف المعلنة لمؤسسة الكويت التقدم العلمي، فهي راح تكون من أولويات المؤسسة للنظر في الدعم. من المتطلبات أيضا، وأنا لازلت أتكلم عن ما الذي تعنيه الشراكة وما هي المتطلبات المطلوبة من جمعيات النفع العام للحصول على هذه الشراكة، يجب على جمعيات النفع العام حقيقة، وهذه إحنا شوية نعاني منها، لكن إن شاء الله مع تطور العلاقة ومع نهاية هذه الحلقة النقاشية راح يكون إن شاء الله في نوع من التفهم لمتطلبات المؤسسة. هو النفعيات العام، جمعيات النفع العام يجب أن تعمل على تطوير آليات لقياس معايير الأداء اللي تسمى الـ KPI Key Performance Indicators. كل ما كانت الجمعيات النفع العام أو مؤسسات المجتمع المدني قادرة على إعطائنا أو التقدم بآليات لقياس أدائها لتنفيذ فعالياتها، كلما كان هناك نظرة إيجابية من قبل المؤسسة وتحديداً إدارة الثقافة العلمية، وتحديداً أكثر برنامج تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا اللي ترأسها الأخت المهندسة منار راشد موجودة عندنا فيتسمع هذا الكلام. كل ما كان هناك آلية واضحة لقياس الأداء ومعايير الأداء كانت من حيث التزامها بالصرف ضمن موازناتها التقديرية، أعداد المشاركين، كل هذه يجب قياس معاييرها، قياس مدى رضا المشاركين بالفعالية. كل ما كان إتقان الجمعيات النفع العام لهذه المقاييس كل ما نظرنا لها بعين التفضيل. من المتطلبات للجمعيات العامة، ولازلت أنا أؤكد على مبدأ الشراكة، قياس الأثر المجتمعي. تفضل الدكتور خالد قبل شوي قال أن دراسة الإمباكت، هذا ما نسعى إليه. إذا لم يكن هناك إمباكت ظاهر لأي نشاط أو أي فعالية فما الفائدة من دعمه؟ فلذلك إحنا نهيب بالجمعيات النفع العام تقديم واحد من عوامل مقترحاتها التي تقدم لمؤسسة الكويت التقدم العلمي أن توضح لنا كيفية قياس الأثر المجتمعي للأنشطة. أي جمعية تقوم بهذا العمل يكون لها الأفضلية أثناء عملية تحليل مقترحاتها وتحليل طلباتها. ومن المتطلبات الأخيرة أيضا، لا أطيل، هناك متطلبات كثيرة ولكن هذه هي اللي يعني الأركان، ليتحقق مفهوم الشراكة من الناحية العملية يجب دائما الالتزام بسياسات المؤسسة المعلنة على الويب سايت. يعني إلى الآن إحنا نفاجأ أن يجونا ناس في سياسات واضحة راح نتكلم عنها إن شاء الله بعد شوي إذا حانت الفرصة، وهي آلية النوافذ الزمنية. دائما ما يلتزمون بالسياسات هذه وفي نفس الوقت يطلبون الدعم. فأنا ودي أقول إذا أنت كجمعية نفع عام وقدرت ساتسفاي يعني تمشي بالشروط هذه اللي ذكرناها، هذا يضمن لك الشراكة، يضمن لك الشراكة وتكون إن شاء الله شراكة مستدامة ما دمت أنت يا جمعية نفع عام ملتزمة بهذه الشروط. وشكرا. أبو يوسف، أنا ودي أعقب على اللي تفضلت فيه. تفضل. شنو الآلية المستخدمة من قبل المؤسسة بحيث أنها
تظهر لمؤسسات النفع العام أن هذه المتطلبات ليتم الموافقة عليها والحصول على الدعم؟ هو أولاً وأخيراً إحنا مثل ما تفضلت الشيخة زين لما قالت أنهم صاروا الآن paperless، مؤسسة الكويت التقدم العلمي أيضاً في سعيها الآن وصلنا 90% إحنا paperless، والأوتوميشن عندنا جزء مهم جداً من أداء أعمالنا. أنا أهيب بكل جمعيات النفع العام إنها تدخل إلى الويب سايت مالنا تحديداً وتشوف وين الخدمات اللي إحنا ممكن نعطيها، وأهمها التزامها بالنوافذ الزمنية. هناك 3 نوافذ زمنية يتم خلالها أو أثناءها تقديم طلبات الدعم. أول في الماضي كان first come first served، فبالتالي كانت تخلص ميزانيتنا شهر 5 مايو خلصت ميزانيتنا زين، واللي يجون بعدين وهم على مستوى عالي من الكفاءة، فكان لابد من يعني عمل آلية يكون بموجبها الكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس اللي هو الكفاءة، معيار الكفاءة لا يتم إلا بالمقارنة بين الفعاليات والأنشطة اللي تينا، وهذا لا يتأتى إلا بتقديم في وقت معين. هذه هناك 3 نوافذ زمنية موزعة على طول السنة. أرجو منكم النظر إلى الويب سايت مالنا علشان لا أعطي معلومات ربما تفاصيلها دقيقة مغلوطة، وتعرفون النوافذ الزمنية هذه متى. مهمة وسهلة وبسيطة جدا جدا، تضمن لكم الخطوة الأولى. أنا بس أذكر مثال، يعني واحد بيسوي مؤتمر يكلفه كذا 1000، يروح يسوي كل اتصالاته ويحق مؤسسة الكويت التقدم العلمي ويطلب منها الدعم قبل 20 يوم من انعقاد المؤتمر. طبعا هذا مو صحيح. احنا ياما انا لا تنسون في المقدمة اللي تفضل فيها طبعا ابو فارس شنو قال، قالنا انا كنت اشتغل مع احد الابحاث مع الاخوان يعرفوني طبعا، فكنا احنا ننظم مؤتمرات اول شيء نفكر فيه الداعم والممول مو اخر شيء. وين البيزات؟ هذا اول ناس تروح لهم. ولذلك انا اطلب من جميع الاخوان انهم يشوفون الآلية اللي هي لازم يكون علوم وتكنولوجيا فعاليتها يلتزم بسياسات النوافذ الزمنية، يجب أن تكون جمعية نفع عامة أو شركة غير ربحية، يجب أن يقدمون في جداول معينة فورمز تقدم لنا جميع. بعض أنا أشوف الوجوه المألوفة هنا، كثير من الأخوان قاموا بهذه العملية ويعرفون بالضبط إحنا شنو راح نسوي أو شنو نطلب منهم. فعلشان ما أطيل بس أشكركم. شكرا أبو يوسف، وهذه دعوة لمنظمات والمجتمع المدني لزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. اسمح لي بفارس. إيه تفضل. يعني أنا أحب أعقب شوي على أستاذ سلام. يمكن أبو فارس أنت يعني قلت لي أن اليوم إحنا بنتكلم عن دور المؤسسات في المسؤولية الاجتماعية، فما يعني اللي ما ودينا انحرف نقاش ليكون عن تمويل شراكة. اليوم في الكويت لدينا مؤسسات عريقة، مؤسسات عديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لها من القدرة المالية والقدرة الإدارية والفنية في دعم المبادرات وتقوية دورها في تطبيق المسؤولية الاجتماعية. اليوم احنا يعني خصوصا مؤسسات المجتمع المدني، بس اذا بتعتمد على يعني تمويل مادي ليس هذا هو فقط الهدف. الهدف في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية له جوانب عديدة، ليست فقط يعني الجانب المادي. الجانب المادي هو احد الجوانب ابو بدر، هو أحد الجوانب، ولكن ايضا احنا علينا كمؤسسات موجودة في الكويت لها دور كبير في يعني معالجة الظواهر، معالجة القضايا، المشاكل اللي يواجه منها المجتمع الكويتي، وأيضا دعمها بصورة مستمرة، ليس فقط الاعتماد على يعني مؤسسة التقدم العلمي تمويلها من هذه المؤسسات من الشركات الكويتية.
كل شركة يقسم من أرباحها 1% وتمول، وإذا تأخرنا يومين دقوا علينا يبون الشيك. فيعني أتمنى أن يتسع نطاق مساهمة مؤسسات القطاع الخاص الكويتية في تطبيق وتفعيل مفهومهم للمسؤولية الاجتماعية. أنا حتى كمؤسسة من داخل مؤسستي يجب أن أخلق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في موظفيني، في منتجاتي، في خدماتي، بحيث أن أوفر منتج أو خدمة تعطي صورة إيجابية للمجتمع. إذا تسمح لي أنا جايك بالسؤال هذا الحين. هذا أنا بس لا ما بين الشراكة وما بين التمويل، مسؤولية المجتمعية. أبو بدر، أنا بس تعقيبا على كلامك، كان ودي أسألك، نجاح مجموعة الخليج للتأمين جعلها تتمتع بانتشار جغرافي مميز في المنطقة، فما هي السياسة المعمول بها تجاه المسؤولية الاجتماعية في الشركة وفي شركاتها التابعة، وإذا بالإمكان نعرف حجم المشاركات في هذه الأنشطة؟ مجموعة الخليج للتأمين الحمد لله يعني بدعم من مساهميها من مجلس الإدارة وبنشاط العاملين فيها وخصوصا إدارة المسؤولية أو قسم المسؤولية الاجتماعية أو المسؤولية الاجتماعية، قامت بالعديد من المبادرات ودعم العديد من مشاريع خدمة المجتمع، ووجودنا في أكثر من 10 دول كمجموعة الخليج للتأمين تطبق استراتيجية واضحة في التفاعل مع متطلبات المجتمع، إن كانت في التعامل مع العملاء أو في التعامل مع الأجهزة الحكومية أو في التعامل مع أي أطراف ذات علاقة. نبني من داخل هذه الشركات التابعة للمجموعة كلتشر أو ثقافة ترتبط بالمصداقية، ترتبط بالشفافية، ترتبط بتقديم المنتج اللي يعالج ويحسن مستوى الحياة للأفراد المجتمع. هذا أيضا جانب من جوانب دورنا في أو مساهمتنا في المسؤولية الاجتماعية، ليس فقط في جوانب تمويل الشركة أو مساهمتها في شراكات معينة، لا، يجب أن نخلق. ويمكن حصول مجموعة الخليج للتأمين على جائزة الشيخ محمد بن راشد مثال حي على تقييمهم كلجنة مشرفة على الجائزة، تقييمهم للتميز اللي وصلت له مثلا مجموعة الخليج للتأمين في التعامل مع المجتمع الكويتي، في خدمة المجتمع الكويتي عن طرح المنتجات والخدمات وكذا. أما فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومع بعض المبادرات الفردية والجماعية فيمكن يطول شرحها. ساهمنا في العديد من دعم في مجال الصحة، في مجال البيئة، في مجال الرعاية الاجتماعية، في مجال تهيئة الشباب ودعمهم، تدريب يعني الطلبة في الجامعات والكليات المدرسية، ومساهمتنا المستمرة في برنامج بروتوجيز عن طريق الشركة الأم مشاريع الكويت القابضة، وأيضا في مشروع تكوين مساهماتنا أيضا مستمرة فيه. نضف إلى ذلك يعني مساهماتنا يعني مستمرة بس بدأت تأخذ يعني طابع الأكثر يعني انتقاء، مثل ما تفضل الأستاذ سلام، يعني ليس كل مشروع يعني ممكن يعني أن نعتبره شراكة ناجحة، يجب يعني نقوم بالتقييم، نقوم مثل ما تفضلت الأخت أيضا بزيارة
الموقع الخاص بهذه المبادرة أو بالمجموعة القائمة على تنفيذ المبادرة وتقييمها، ومدى مثل ما ذكروا الأخوان مدى التأثير الإيجابي في معالجة القضية محل الشراكة أو فالخليج للتأمين ساهمت مساهمات كثيرة، وكل سنة يعني تخصص جزء كبير من مواردها لدعم يعني وعمل شراكة في المسؤولية الاجتماعية. يعطيكم العافية. عندي سؤال ودي صراحة من زمان ببالي، ما عمري سألته حق ولا واحدة من جمعيات النفع العام أو المنظمات، بوجود حضرتك دكتور عمر يمكن تضيف. أوكي. بالنسبة لجمعيات النفع العام أو مؤسسات المجتمع المدني، في بعض منهم تكون أنشطتهم متقاربة من الثانيين، فليش ما تصير في شراكة فعلية بينهم بين هذه الجمعيات أو المنظمات؟ إذا إحنا عندنا هني الكونسبت أو مفهوم خلق الشراكات، ليش ما نبتدي منهم أهم بعد؟ مثل ما إحنا مثلا في القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص، إحنا ممكن نسوي شراكات بما أن هذه المصلحة أو الفائدة راح تصب في المجتمع أو حق هذه الجمعيات بشكل عام حق المجتمع، فأنا ممكن أن أدخل مع أي شركة في القطاع الخاص بغض النظر عن التنافس أو النشاط اللي بيني وبينها طالما قاعد يجمع بيني وبينها هدف مجتمعي. كذلك نفس الشيء هم الجمعيات النفع العام أو المؤسسات، في عندهم أنشطة جدا متشابهة، مثلا على سبيل المثال إذا مثلا شيء حق ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الجسدية، في وايد جمعيات بالنسبة حق الإعاقة الجسدية عندهم نشاطات جدا متشابهة اللي صراحة يحيروننا إحنا يعني ندعم منه، ليش ما هم يتشاركون ويحطون هذه التخصصات تخصص كل جمعية بدل ما تكون جمعية مفرد يعني منفردة أو تكون منفصلة أو مستقلة، يكونون كلهم ينضمون تحت جمعية واحدة في تخصصات مختلفة، أسهل لي أنا أن أنا أدعمهم، وبالتالي كل هذه التخصصات حصلت على الدعم اللي هي تطلبه. ما أدري هذا شيء ببالي شيء شخصي حيل وخاص ما له علاقة في مشاريع الكويت أبدا. شكرا. رح جاوب. Is it working? Yeah. We're actually going to be discussing, this is one of the topics that we will be discussing in our group discussions, which will start in a second. Just so you know that we'll have ample opportunity to talk about this. سؤالك وجيه عن يعني الشركات، مثل ما يكون في تعاون بين الشركات ولكن كل جمعية لها خصوصية معينة، فمثلا ما نقدر نقول والله بنك فلاني وبنك يعني ثاني يقدم نفس الخدمات، فليش ما يشتركون يصيرون شركة واحدة؟ يعني حتى جمعية النفع العام لها كيان، لها ناس وراها ولها اهتمامات معينة. الشراكة أعتقد موجودة، بس ما يمنع أن يكون في كومبيتيشن حتى بين القطاع الغير ربحي. I think this is part of the development. لما يكون في أكثر من جهة قاعدة تخدم يعني something specific، ما يمنع أن يكون في competition. مفروض أن وهي تعتمد على حجم المشكلة، مثلا حجم الإعاقة ممكن تكون شيء لازم أكثر من جهة تسلط الضوء عليه لأهمية الموضوع. هذه من وجهة نظري نشوف أن إحنا مثلا إنجاز من الخارج، الناس مثلا تقول أن كأنتو بروتوجي ولو ياكلكم نفس الشيء، بس ترى داخليا هو مو نفس الشيء. فساعات يكون في، وهذا يعني مو ردا على سؤالك بالضبط، بس يعني in general ساعات يكون في يعني الناس ما تفهم بالضبط شنو الخصوصية مالت الجمعية. بس سريعا، هو بس ردا على هذا السؤال، هو نفس المنطق تبع انه عم ندعم ولا ما عم ندعم، هو منطق اعطونا لننفذ. المايند سيت مختلف، مايند سيت شراكي ومختلف تماما عن اعطونا لنقدم. في مؤسسات صارت عم تقول والله انا ما بقى بعطي لمنظمه وحده، اعملوا كونسورتيوم وتعوا اشتغلوا، لانه اذا بدنا نطال كل المناطق بحاجه نشتغل مع اكثر من طرف. فمش بس الحق على المنظمات، لأن المنظمات كما قالت عندها كيانة،
بس هو اصلا بالبيئه اللي بتنظم هيك نوع علاقه اللي هي ذهنيه مش ذهنيه شراكه، هي ذهنيه اعطاء، ذهنيه دعم ومساعده. فبعتقد هيدا الطرق الطريقه الوحيده لهذا الشيء، وعن جد حوار جدي بين القطاعات الثلاث، لانه اليوم شفنا في نوع من تفاوت بالاراء، تفاوت بالتوجهات، شو يعني شراكه وكيف وليش. فبعتقد في حاجه لهيك نوع مؤتمرات اكثر، لو يصير في نوع حديث مباشر بين القطاع الخاص والعام ومؤسسات الغير ربحيه، لا يبلشوا يكونوا ذهنيه شراكه جديده. It's been a long day. We've heard a lot of people speak. Now it's time that you speak. Because you are the ones that are actually working on these topics on the ground. And we want to hear from you, and we want you to be able to speak to each other and think of different ways that these partnerships, these cross-sector partnerships that we've been talking about all day, can become more efficient and effective. Now, in order to do that, we will get you all up, because I see people falling asleep, closing their eyes. So if everybody could just stand up, we are going to be moving to the meeting room next door. Okay? And it will be interactive. We will wake you up. Don't worry. And it will be short. Promised.